مرحبا بكم في جولة جديدة نواحي مدينة ميلز في اتجاه قصر ايتوا فيلا. مرحبا بكم، يلا تمشوا معايا. مرحبا بكم تكتشفوا هاد الاثار القديمة. هذا هو القصر كما تشوف، هذا هو القصر ما شاء الله، هذا هو القصر القديم، قصر ايتوا فيلا. دابا غندخلوا القصر، مرحبا بكم، غندخلوا القصر نكتشفوه، نشوفوا القصر. مرحبا بكم، حنا غندخلوا دابا القصر. كما تشوفوا الناس مازالين ساكنين في القصر، يعني مازال هاد القصر باقي ما مهجور، يعني الناس مازال ساكنه فيه. كما تشوفوا الناس مازالين ساكنين هنايا تقريبا، مازالين الناس.
ودابا غديكم تشوفوا هاد الاطلاله، تبارك ما شاء الله هاد الاطلاله زوينه ما شاء الله، الطبيعه زوينه خلابه تبارك الله ما شاء الله، كما تشوفوا الطبيعه كي دايره هانتوما تشوفوا ما شاء الله، منظر زوين منظر زوين ما شاء الله. ودابا نديكم تشوفوا واحد القصر الماجور كما تيقولوا، قصر ماجور يعني بقاو فيه غير الاثار. انا غنديكم ليه دابا، مرحبا بكم، دخلوا دابا كما تشوفوا هذا القصر ماجور ما ساكن فيه حتى حد ما شاء الله. غادي نزيدو واحد نمشيو واحد شويه غندخلوا، ودابا غنحلو هاد الباب، غنحلو هاد الباب ما شاء الله. انا اكتشفت واحد واحد الكلبه ولدت هنايا ما شاء الله، غير صدفة لقيناها والده عندها وليدات صغار، يكونوا شي 10 ولا اكثر يعني، اللي لقينا هنايا ولدها مساكينه هما، لقيتهم ناعسين وفيقتهم هما، هادو كيما تشوفوا هما فين مشات خرجات يعني ما كايناش، وكان كاين هنايا ما تخلينيش نتصور يعني ما نقدرش خليني نصور هذا الاثر. شوف كيما تشوف هذا الاثر ما شاء الله، اثر قديم ايتوا فلا، قصر ايتوا فلا المهجور، هذا مهجور ما بقى فيه حتى حد يعني، بقاو غير الاثار يعني، طاحوا الحيوط طاحوا كلشي تقريبا كيما تشوفوا. ومن اللي هذاك الاخر القصر ديال السموره كيما تيبان لكم اللي يعني في ديك القريه اللي سميتها سموره، وهادو غير الاثار اللي بقاو دابا، اثار اللي بقاو كيما تشوفوا. او مع هاد النغمات نقولكم بسلامة، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.